النذر هو في اللغة الإلزام، وأما في الاصطلاح هو إلزام المكلف نفسه طاعة ليست واجبة عليه بأصل الشرع، فما وجب عليه بأصل الشرع معروف كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج في العمر مرة واحدة، وأما الطاعة التي ليست واجبة بأصل الشرع فهي تطوع وهي تنتقل بالنذر إلى الوجوب. معنى ذلك لو أن إنسانا نذر أن يصلي لله عز وجل ركعتين فتكون هاتان الركعتان في حقه واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لو نذر أن يتصدق بألف تكون هذه الصدقة في حقه واجبة، لو تركها لأثم. لو نذر أن يحج إلى بيت الله عز وجل وكان قد سبق وأن أدى فريضة الحج فإن هذه الحجة تكون عليه واجبة، لو تركها لأثم.